شكرا لك سعادة الرئيسة. هذا بيان مشترك بينما تم الإفراج عن العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان التي تم ذكرهن في البيانات المشتركة السابقة التي أدلي بها عند المجلس. فحيتهن ما تزال مقيدة تقييدا شديدا، فما زلنا ممنوعات من السفر، ممنوعات من العمل أو من الإدلاء بأي تصريح علني. ورغم تصاحب قيود إجراءات التصدي للجائحة وقمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020 مع انخفاض وتيرة ملاحقة من يمارسون الحق في حرية التعبير وانخفاض استخدام عقوبة الإعدام، فقد عادت وتيرة الانتهاكات للارتفاع في 2021، منها حملات اعتقالات جديدة استهدفت مدونين ومواطنين عاديين، تتبعها فترات إخفاق قسري وإحكام سجن مطولة ومواصلة الانتهاكات في السجون بما في ذلك الإهمال الطبي المتعمد. وفيما يتعلق بالإعدامات، فرغم إعلان إيقاف تطبيق عقوبة الإعدام على الأحداث، قامت السلطات السعودية بإعدام شخص يعتقد أنه كان قاصراً وقت قيامه بما نسب إليه من دعاوى، وقد تجاوزت عدد الإعدامات في 2021 حتى الآن ضعف رقم الكلي لعام 2020. وقد رفضت السعودية الاستجابة للدعوات المتكررة من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة و40 دولة عضو في المجلس في مارس 2019 وسبتمبر 2019 وسبتمبر 2020، ما يثبت النأي السياسي عن إحداث تحسينات حقيقية لوضع حقوق الإنسان والتعامل بنحو البناء مع المجلس. ولذلك نجدد دعوتنا للمجلس لوضع آلية مراقبة وتوثيق لوضع حقوق الإنسان في السعودية.